wa yamna'unnal ba'un Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita coba untuk belajar surah-surah pendek untuk bacaan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Al takathur Hatta zurtumul maqabir Kalla sawfa ta'lamun Thumma kalla ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم Wai Wailul likulli humazatil lumazah Alladhi jama'a malau wa'addadah Yahsabu anna malahu akhladah كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ Inna aleyhim muccada fi amadim mumaddada Bismillahi al-Rahman fa'ala Rabbuka bi ashabil ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا Qul sam bihi hamdi rabbika wastagfirh innahu kana tawwaba Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yuulad ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas Minal jinnati wal nas azim Terima kasih Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh